النهاردة يا جماعة أنا بصور، شايفين الخشب ده اللي هو الحدود اللي ما بين الجنينة بتاعة البيت وجنينة الجار. شايفين العربية دي؟ يعني دي مش عربيتي، دي عربية الجيران. المرجيحة دي مرجيحة الجيران. الخشب ده، شايفين الخشب ده اللي هو الحدود اللي ما بين الجنينتين، الخشب ده كده. النهاردة عدى ناس من الحي اللي هم زي البلدية كده عندنا في مصر، قالوا ان هم من نفسهم كده قرروا ان هم يشيلوا الخشب ده وهيحطوا مكانه نفس الفانس، نفس الحدود دي، لكن لكل الجيران، ها، مش لواحد بس، مش لبيت واحد بس، يعني الحي شغال لكل الناس. هيشيلوا الخشب ويحطوا مكانه حديد. هنشوف بكرة ان شاء الله كده هيكون ايه اللي حصل. يا رب ما يموتوليش للجرجير ده، الجرجير اللي انا زرعه. يا رب مش يموتوا الجرجير. طبعا كان وواضح ان الخشب ده طبعا سنين طويلة، ده موجود من قبل انا ما اجي هنا، لدرجة ان مثلا البيت ده، البيت الباب، سوري سامحوني، الباب ده مثلا لما باجي افتحه بيبقى مش عايز يتفتح كده بسهولة. يعني ليه؟ لان الخشب من هنا، من المكان ده كده بقى مايل. حطينا له هنا دعامة، انا حطيت الدعامة دي من حوالي يعني في شهر 5 كده اللي فات، عشان تخلي الباب يفتح احسن لما نيجي داخلين وخارجين. يا رب يخلصوا الشغل ده بسرعة قبل ما يجي الشتاء وينزل التلج. كانوا بيقولوا ان هيجي في راس السنة هيبقى فيه تلج، مش عارفين اذا كان هيجي ولا لأ، اللي هم بتوع الاخبار المهم انا بسجل الفيديو ده كده للذكرى لينا، عشان لما يتشال الخشب ده يبقى عندنا صورة للمكان كان عامل ازاي زمان، وتبقوا انتوا شفتوه. ان شاء الله رب العالمين احاول اسجل كمان اذا قدرت، يعني لو سمحوا وهم شغالين من غير ما نضايقهم كده، نعمل فيديو لخطوات الشغل بتاعهم وهم شغالين، واذا ما كانش فهيبقى مثلا ممكن نسجل بعد ما يخلصوا الشغل خالص. يلا السلام عليكم.